السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، نحمده تعالى حمدا يليق بجلاله وجماله وكماله وعظيم سلطانه، ونستعينه ونستهديه ونتوب إليه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، كل شيء عنده بمقدار، عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال، وأشهد أن نبينا وحبيبنا وشفيعنا محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، من أرسله ربه بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا، ففتح به أعين عمياء وآذانا صما وقلوبا غلفا. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته والداعين بدعوته والعاملين بسنته بإحسان إلى يوم الدين، وسلم اللهم تسليما كثيرا. أما بعد، إخواني في الله وأحبابي في الله، قد استمعنا لهذه الآية التي تليت من سورة النور، والتي تحدثنا عن حادثة الإفك. فمنذ بدأ الشيخ إلى ختم، وكل الآيات العشرة مدارها حول هذه القصة. وحادثة الإفك ثبت فيها في صحيح البخاري حديث أم عائشة جمعت فيه الحادثة، حيث قالت: اقترع النبي بين نسائه عند خروجه إلى بني المصطلق. بني المصطلق غزوة تسمى بني المصطلق أو غزوة المراسيع، كانت بعد غزوة الأحزاب. وكان من عادة النبي صلى الله عليه وسلم إذا خرج إلى غزو اخترع بنسائه. قال فاخترع، قالت فاخترع النبي بنسائه، فجاءت قرعتي، قرعة 16، فخرجت معه. أثناء الطريق كان النبي صلى الله عليه وسلم يستريح مع الجيش، كلما قطع أكثر من بريد يعني أكثر من مسافة يستريح. وكان النبي كعادته يداعب امرأته ولطفها حتى في الحرب. قالت فأمر جيس أن يتقدم، ثم تسابقت معه فسبقته، وكان هذا دأبه، مرة تسبقه مرة سبقه، لكن إن سبقته تهللت وتعادت النساء حتى نتعلم هذا الأدب، لنا أن نسابقها لن نلعبها، ونمكنها أن تغلب تفرح تنتصر تعتبر نفسها فازت، ولن يضرك أنها سبقت. الشاهد في مرة سبقها غضبت وحزنت حزن شديد، كيف يسبقها؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هذه بتلك، يعني تسبقتنا قبل كده، سبقتك مرة واحدة واحدة بتعادل حتى يخفف من وقع الأمر عليها. الشاهد يسلم لنا هذا. الشاهد قال حتى، قالت حتى إذا كنا في الطريق وأناخ الناس رحالهم ذات ليلة، وكان من عادة النبي صلى الله عليه وسلم مع الحر الشديد يسافر ليلا ويستريح نهارا مع الشمس الشديدة حر مكة، فكان يستحب السفر ليلا، بل كما ثبت الحديث كان النبي صلى الله عليه وسلم يحب السفر ليلا ويقول: توطوا لنا فيه الأرض طيب، فينجز بالليل. الشاهد لما أناخ الرحال السيدة عائشة على هودجها نزلت وذهبت تقضي حاجتها بعيد عن الرحل، ثم عادت فأخذت تبحث على ثديها على عقد كانت أهدته لها أمها أم رومان، فلم تجد العقد، فظنت أنه سقط منها عندما كان تغوطي أو تخليه، فعادت. هذا التوقيت كان توقيت تحرك الرحل، وهي لم تنتبه لهذا، فجاءوا فحملوا هودجها، الهودج اللي هو فوق الجمل ده، وأضعف الجمل، وكانت صغيرة السن 14 عام في هذا التوقيت. قالت: وكنت خفيفة اللحم، فظنوها داخل الرحل، حملوا الهوجد
وظن من سد عشى دخل وهي خارج وتحرك الرحل. قالت فعدت فوجدت العقد تحت مكان الجمل نفسه مكان بارك، لكن كان رحل تحرك. أين تذهب الدنيا ليل وهي لا تعرف طرق صحراء؟ قالت فجلست مكان لعلهم يلتمسون فيجدون فرجعوا لي. تفكير طفلة شابة 14 سنة. قالت فنمت فما أيقظني إلا صوت صفوان بن معطل، وده صحابي جليل خير الصحاب، وكان عادة النبي صلى الله عليه وسلم إذا تحرك الرحل يجعل خلف الرحل من يتتبع أثار القوم، قد يكون نسوا شيء تركوا شيء. وكان في هذه الرحلة هذا الدور دور صفوان. قالت فجاء فعرفني وكان قد رآني قبل نزول آية الحجاب، فاسترجع زيارة رسول الله وجلس الوداع في الصحراء، فقال إن الله من الرجل. قالت والله ما سمعت منه إلا هذا، ما كلمها كلمات ولا قال أنت من ولا كيف درست ولا سألها، كل ما فعله استرجع. قالت ثم جاء بناقة فأناخها لها وانطلق بعيدا حتى أركب، فلما ركبت رفع يعني حمل الناقة تقوم ثم جر الناقة حتى لحق برسول الله صلى الله عليه وسلم الرجل ساعة الشروق. فرأى هذا الموقف أحد الخارجين معه في القتال، وكان رأس المنافقين عبد الله بن سلول، فغمس ولمس. قال أتدرون أين باتت صاحبة زوجكم الليلة؟ باتت مع صفوان، فاتهمها بالزنا. جماعة الصحابة وعدد قليل كان ثلاثة سمعوا الكلمة وعملوا زي شبابنا الثلاثة شيروا الخبر، نقل الخبر. بقية الصحابة رفضوا، فلما وصلوا الخبر وصل الرسول حزن حزن شديد. السيدة عائشة لم يصلها أي خبر، ظلت قرابة شهر، شهر إلا ثلاثة أيام لم تسمع شيئا، حتى عادوا انتهت الغزوة عادوا، وهي جلسة في بيتها قالت كنت مريضة وما سمعت بشيء غير أني أجد في نفسي شيء أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان لا يعمل كعادته، العادة أن يدخل هاش باش مبتسم يداعب بلطف. قالت كان يأتي يزورني فيقول كيف أتيكم؟ أخبار صحتك إيه؟ عامل إيه؟ متنصرف؟ ليس عادتي في الابتسام والتعابة والطفة، ده كل معجزات المرسل. وظلت على هذا الحال حتى كما قلت قرابة الشهر. قالت حتى خرجت يوما أقضي حاجتي، بعد ما عاد المدينة أقضي حاجتي، ولم نكن آنذاك قد اتخذنا الكنف في البيوت، لم يكن هناك حمامات داخل البيوت في النادي كلها، كانت الحمامات كلها في خلاء. فخارج لتقضي حاجتها، وكان النساء يخرجن لقضاء الحاجة ليلا فقط، تمسك نفسها النهار كله والتبول والتغوط بالليل النهار بالليل. قالت وخرجت معي أم مستحيل أساسا ابن بنت خالة بنت خالة رسول الله أخذت سيدنا بكر بنت خالته. قالت فلما خرجت معي لأقضي حاجتي وأنا عائدة تعثرت في الطريق، فقالت ويح مصطح، مصطح ده إنه ابن بنت خالة أبو بكر، وكان الصديق صاحب يد على كثير من أهل مكة ومنهم مصطح وأمه. نفقات
الحياة مصر كلها كانت من ملء البقر الذي كان في خليه على أمه. ولذلك يعني كانت هي تتودد إليهم بخدمة سيدة عائشة وغيرها. قالت فلما سمعت منها تعس مصطح قلت ويحك تتحدثين هذا بالتعاسة اللي عبد من عباد الله صالح. مصطح الأساس كان صالح وصحابي ومهاجر وشهد بدرا وصوام قوام صحابي من أهل بدر ممن قال النبي فيهم يا عمر من يدريك أن الله قد اطلع على بدر فقال اعملوا ما شئتم فاني قد غفرت لكم صلى الله عليه وسلم. السيدة عائشة دافعت عن دفاع مستميت أمام أمي فأمه قالت يا أنا آكي عايز تقول أنت في بلغة العصر حديث أنت في التوهان أما تدري ما قال مصطح عنك أنت ما تصفيش خبر. قالت وماذا قال؟ فحدثتها بما نقل مصطح من خبر الإفك وما قال عبد الله بن سلول. فالسيدة عائشة كان هذا أول مرة خلال الشهر تسمع أنها متهمة. قالت فعدت لبيتي حزينة لا يرفع لي دمع ولا تنام لي عين. تنبهت ان دخلت النبي وعدم البشاشه الهشاشه ولا شيء. قالت فاستاذنت رسول الله ان اذهب لابوي فاذن لي فجئت الى امي وابي واخبرتهم الخبر. فقالت امي اي بنيتي هون عليك فما امرأة وضيئة مثلك لها مكان عند زوجها ولها ضرائر أو جرات زوجة أخرى إلا أصابها شيء من هذا. فالسيدة عائشة أيقنت أن الخبر انتشر. قالت أوقال الناس في هذا؟ قالت يا بنيتي هون عليك. فالسيدة عائشة وقعت في حرج شديد جدا. أنا متهم بالزنا وهي ما زنت ولا مس رجل ولا اقترب منها. فقالت فزاد عن دمعي فقلت لأمي وأبي أما تدفعان عني؟ طب وما زنك أو ما زنك؟ لا دليل عند أحد منهم لا على البراءة ولا العدالة. قالت فعدت بيتي ثلاثة أيام لم يرفع لي دمع لم توقف دمع ولم تنم لعين حتى كاد الدمع يفلق كبدي حتى جاء النبي صلى الله عليه وسلم وقال عائشة إن العبد إذا أخطأ وتاب تاب الله عليه فإذا كنت أمنت شيء من هذا فتوب الله عز وجل. قالت حتى أتى رسول الله والله لا أملك إلا أن أقول ما قال عبد الصالح يعقوب حين قال فصبر جميل والله المستعان ما تصفون لأن قلت لكم إني بريئة ما صدقتموني ولئن قلت غير ذلك صدقتموني والله ما كان مني هذا. لكن مجرد أن سمعت الكلمة قالت فتقلص دمعي وقف وقد تدافع كالأسد عن نفسها لأن بعالها. لكن الأمر كان قد انتشر واحتدم الأمر بين الصحابة. الذي تكلم هذا الكلام من الخزرج عبد الله بن سلم خزرج النبي صلى الله عليه وسلم أخذ يتحرر ماذا بيسأل ما رأى شيء لا ما يبين ولا مبرر. فسأل عن صفوان بن
انتهى معه. لم يقل أحد عنه ببنت شبه الصحابة من صفة الصحابة ومن فضل الصحابة حسن الأدب. سأل النبي كل من يعرف سيدة عائشة من أهله، سأل سيدنا علي بن طالب، سأل سيدنا أسامة بن زيد، سأل بريرة جاريته. في البداية سأل أسامة سيدنا علي، أسامة بن زيد قال والله يا رسول الله ما علمت على أهلك إلا الخير، سيدة عائشة ما صالح مستحيل تقبل، وهي زوجك واختيار الله لك، أنت تزوجها بروحي واحد. سيدنا علي لما رأى أن النبي صلى الله عليه وسلم في حالة صعبة جدا جدا حتى أنه اعتلى المنبر، فقال أيها الناس من يجير من رجل خاض في عرضي، من يجير من رجل خاض في عرضي، وأنا ما علمت على أهل الخير. واتهم رجلا رجلا والله ما دخل بيتي إلا في حضرتي، عمر دخل بيتي إلا أنا موجود، صفوان عمر دخل بيتي، فمن يجيرني؟ الأوس وقفوا وقالوا صباح نحن نجيرك نقتل عبد المسلم. فسار الخزوج قال والله لن تقتل، يدافع عنه. واحتدم الخلاف حتى كاد الصحابة يقتتلوا ورسول بين ظهري، فنهاهم النبي عن ذلك، لكنه متألم. سيدنا علي لما رأى المشهد وحالة النبي صلى الله عليه وسلم أشفق على رسول الله وعلى الأمة، فلما استشاره قال يا رسول الله لم يضيق الله عليك، أنا سافر كثيرا، إذا كانت المشكلة في سيدة عائشة تزوج غيره. طبعا هذه الكلمة أحزنت سيدة عائشة حزن شديد، ودي اللي هلل عليها المستشرقين وعملها على الأفلام. سيدنا علي ما أراد الشيخ رسول الله، ثم هو سيدنا علي صحبه في بيت النبي صلى الله عليه وسلم، لكن يعني لا يسير مع امرأته ولا يخلو امرأته. فقال يا رسول الله سل جاريتها تصدقك، أعرف الناس بها جاريتها بريرة. فسأل بريرة قالت والله يا رسول الله ما علمت عليها إلا الخير غير أنها جارية حادثة السن كانت تنام عن عجينها فيأتي الداجل فيأكله، يعني كانت تخبز خبيز ممكن هي الحين أن يستوي الخبيز على الشمس وتخمر تنام فتأتي الفراخ تأكل الخبيز، ده العيب الوحيد عليه. قال أنها تنام عن عجينة فأتي الداجن فأكل، لكن أخلاقيات هي فهمت أخلاقيات. النبي ظل هذا الشهر هو والصحابة وأهل الحكمة جميعا دول أحكام جيل تائهين، ما الحل؟ لا يملك حل، لا دليل براءة ولا دليل إذن. وإذا دمس عملي رب العباد أراد نتعلم دروسا لا تنسى في التاريخ. تأخر الوحي شهر كامل ليقضي الله أمرا كان مفعولا. قالت سيدة عائشة حتى نزلت براءتي، فجاء النبي مستبشر قال يا عائشة أبشري. طبعا لما سأل النبي سيدة عائشة السؤال قالت لأبوها أما تدفعان عني، سكت. لما نزلت البراءة النبي جاءت بالشرة فقالت أمها قوم يا رسول الله فاشكري، قالت والله لا أشكر بل أشكر ربي الذي برأني فوق سبع سماوات. قالت وما كنت أظن
أن شأني يرقى لأن ينزل مغفية وحي مثله. كان آخر فكري أن رب العباد يولد به رؤية منامية يولد فيها، لكن ينزل فيها وحي مثله قرآن. حتى نزلت هذه الآية العشرة ليضع الله فيها لنا قواعد وضوابط شرعية، وليعلمنا أن الحياة بغير وحي الله ليست بحياة. النبي أحكم البشرية، ومع الصحابة أحكم جيل فريد لا مثيل له في التاريخ. أقول أحكم جيل. يقول الإمام القرطبي رحمه الله تعالى: لقد دارت الأرض ثلاث دورات، دورة حول نفسها، وثانية حول الشمس، وثالثة حول صحابة سيد الخلق صلى الله عليه وسلم. فلم يعلو ظهر الأرض لا قبلهم ولا بعدهم جيلا يساويهم أو حتى يدنيهم، يختلف منه. ويقول ابن القيم رحمه الله تعالى: كان جيلا قرآنيا ربانيا فريدا برع وبث، حتى فأتى بالطريف الذي لا تدرك أثاره ولا يلحق غباره. جيل لم يتكرر لا قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم وجد، ولا بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم تكرر. أحكم جيل. ومع هذه الحكمة البشرية وهذه القوى العقلية وهذا السمو الأخلاقي للصحابة، شائعة واحدة كانت تعصب الأمة، شائعة كذبة ألقاها مجرم في الأمة، كانت تعصب الأمة. كان الصحابة يقتتلوا وانتهوا، كادوا يتحولوا من سادة الدنيا إلى متصارعين بشائعة بشائعة. ليعلم الله الدرس. ورب العباد أنظرهم شهر ليرى الناس الطاقة البشرية في الحياة بغير شرع قلبي. درس عملي حي. أحكم الناس، أعدل الناس بدون شرع لرب الناس، سيبادوا سيهلكوا بأقل شائعة قد تنتشر فيه. شائعة واحدة كانت طعنة في بيت النبوة وشخص رأس الدولة رسول الله ونائبه الأول أبو بكر الصديق وزوجته أحب نسائه إليه، طعنة في مقتل للأمة كلها. كانت الأمة تنتهي بسبب شائعة. ليعلمنا ربنا هذا الدرس، وأننا بدون شرع الله لا قيمة لنا ولا حياة، لا قيمة ولا حياة. ما الإنسان بدون وحي الله؟ لا قبلية ولا عصبية، ما العرب والإسلام ولا العرب كما قال الشاعر، ما قيمة العرب والإسلام؟ لا قيمة، لا قيمة. الذي ارتقى من الدين وحي رب العالمين الذي جعل منا شيء. رحمه الله عمرو بن عزيز لما يعني أحسن للناس إحسان كبير، فقال أحد الناس: جزاك الله عن الإسلام خيرا. قال: ويحك، بل قل جزى الله الإسلام عني خيرا، فلولا الإسلام ما كان عمر، لولا الإسلام ما كان عمر، ما كنا ولا صرنا أمة لا تعدلها أمة. نحن بالدين لا بغيره، لا بغيره، بأحكام رب العالمين نقدر لا بغيرها، لا بإمكانياتنا ولا بعقولنا ولا بحكمتنا. ولو كنا أحكم خلق الله وفينا سيد الخلائق وأحكم العباد، بل أحكم العالمين إنس وجن وملائكة صلى الله عليه وسلم. إذا ندرك هذا المعنى، هذا درس عملي من أخطر الدروس التي ربي بها الصحابة، حتى لا يفكر الإنسان من اللحظة في غير شرع الله، في قليل أو كثير، في قليل أو كثير. ثم ينزل القرآن يتلى ليصبح هذا الدرس وحي يتلى يتعلم على مر التاريخ إلى خمس ساعة لكل الأمة. جاءت الآيات بهذا التفصيل العجيب، وبدأت بقوله تعالى: إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم. أصابة مجموعة هم الصحابة منسوبين إليه، حتى المنافق رأس المنافقين هذا كان محسوبا من الصحابة، أسلم وأبطل الكفر وأظهر الإيمان،
لنا أن نعامل مع المسلمين، بل دوخ المسلمين دوخ. عبد الله بن سلول كان مشكلة كبيرة جدا. النبي لما هاجر كانت قبل هجرته هناك حروب دائرة في المدينة لم تتوقف عشرات السنين. حرب كانت تسمى حرب عاز أوقد نارها أهل الكتاب في المدينة من أوس الخزرج. الأوس الخزرج أكبر بطنين، أكبر قبيلتين داخل المدينة، مع أنهم أبناء عمومة، جدهم كبير واحد، لكن أهل الكتاب أنكر خلق الله وأفسد خلق الله. فريق منهم تحالف مع الأوس وفريق تحالف مع الخزرج. اللي مع الأوس يحارب الأوس واللي مع الخزرج يحارب الخزرج. حتى بدأت الحرب واشتعل نارها بدأوا يدعموا ده بالسلاح ويدعموا بالسلاح لغاية ما تمكنوا منه، حاجتهم السلاح أصبحت مس ولا سبيل، فشغلوا تجارة السلاح، قاعدين يكسبوا من وراءهم. الحرب شغاله وهم شغالين يكسب، وجمعوا مال. ومن زمان حتى نعرف سياستهم قديم الحديث. طيب انتوا خلصتوا فلوس نعطيكم بالاجل، والاجل يبقى فيه ربح. كل ما تتزنق تقول لي امهلني، يقول لك امهلني ازدك عشان تديك مهله تدفع لزياده. فاخذوا يرابوا مع الاوس والخزرج حتى ادانوهم. سياسه الملك الحاليه القروض ويدينوا البلد وبيعوا هدوم البنك الدولي، عارفين البنك الدولي؟ نفس السياسه، نفس البلاء القديم الحديث. حتى استمرت الحرب لا يمكن فريق من ملكيه سلاح ان ينتصر. يعطوا هذا السلاح فان هب ينتصر يعطي الثاني ما هو يدفعه. كم استمرت الحرب؟ مش ست شهور ولا سبع شهور، 120 سنة، 120 سنة. حتى حصدت كل الرؤوس كبار السن كلهم اللي بياخذوا المعارك أبيدوا، حتى لم يبقى في البلد إلا الشباب. سيد الأوس من؟ سعد بن معاذ، كان 31 سنة، 31 سنة وأصبح سيد قوم وأكبرهم. سيد الخزرج سعد بن عباد كان في نفس السن قريب منه. لم يبقى من كبار السن احد الا عبد الله بن سلول، والباقي كله شباب. يقول ابن كثير في تفسيره: وكأن الله شاء بحرب وعث هذه ان يصفي المدينه من كل العقول الخربه، عقول كبار السن. النبي لما بعث قال: بعثت فنصران الشباب وخذلان الشيوخ كبار السن. ان العقول تحجرت على عادات واعراف، فالشاهد رب العباد حصدهم في المدينه ليهيئ المدينه لرسوله صلى الله عليه وسلم. مكه كان لسه فيها رؤوس عافيه، دول اللي دواخل المسلمين وطردوهم وهجروهم وقتلوهم وحاربوهم وطاردوهم في كل مكان. حتى ان النبي صلى الله عليه وسلم يوم بدر لما التقى جاء جيش قريش لاول مره يحصل صدام مباشر مع الجيش والنبي حاضر، حصلت سرايا لكن ما حصلش قتال جيش بجيش في حضور رسول الله الا بدر، اول بدر غزوه. ما قبل بدر كانت سرايا، سرايا يعني ياخذ النبي لواءها دون ان يشارك فيها. فارسل النبي وفد مجموعة يأتي بأخذ الجيش، كان منهم سهل بن حنيف. سهل بن حنيف كان شاب من الأنصار، لم يكن رأى أهل مكة خير ذلك. فلما اطلع وشاف الجيش جاء للنبي صلى الله عليه وسلم فسأله: ماذا رأيت؟ قال: يا رسول الله والله ما رأيت إلا عجائز صلعة، كلهم عجيز صلعة. فربط النبي على كتفه قال: يا ابن اخي هؤلاء هم الملأ، هم دول رؤوس الافاعي.
هؤلاء هم الملأ، هم دول نس الملأ كله في الأرض. العجائز السبع دول هم اللي أفسد البلاد والعباد. الشاهد أن الله هيئ المدينة بإفناء كل أسلافنا إلا هذه الرأس اللي ظلت تنازع النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه، بل تفسد عليهم أنهم سالت من دخل المدينة. الشاهد إخواني، شاء الله هذا الدرس أن يقع لتتعلم الأمة إلى قيام الساعة هذه الدروس. وضع الله لنا قواعد أحكام للتعامل مع الشائعات المقعد حتى لا يتكرر ما وقع مع الأمة في هذا التوقيت، وكان هذا من سنة الله في التشريع. ما لم نرق الدرس ونعلم أننا عجزة بدون وحي الله، وأننا وإن كنا أحكم الناس لا حكمة لنا أمام شائعة، ولولا فضل الله علينا وشرع الله فينا ما استقمنا ما استقمنا. جاءت الآن تقرر هذه الدروس. إذا بدأ تعالى بقوله إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم. كل واقع ده ليس بشر. ليه؟ لأنكم تعلمتم منه أخطر درس في الحياة. كيف تقوم البشرية بغير شرع الله؟ لا تقوم ولو كان فيها أحكم عباد الله. أخطر درس في التاريخ حتى نعلم هذا الحقيقة. لا حياة لنا بدون شرع الله، ولا استقامة لنا بدون شرع الله. ولذلك الصحابة لما استوعبوا هذه القضية كانت قضية عمرهم، كان يخاف موت أن ينقطع الوحي عنهم لحظة. لما مات النبي صلى الله عليه وسلم جاء الصديق لعمر قال يا عمر، سيدنا عمر يعني دماغه بتلف، ما كان بصر سليمان بل وقف يقول هذا. قال ما مات رسول الله ولكنه ذهب إلى ميقات ربه كما ذهب موسى بن عمران وسارجع ليقطع عنق قوم المنافقين زعموا أنه مات. الشاهد أبو بكر في الموقف ده لما خطب خطبته وهدأ الناس قال يا عمر انطلق منا إلى أم أيمن. من أم أيمن؟ حاضنة النبي في طفولته صلى الله عليه وسلم، عبدة حبشية كانت قد تجاوزت المئة عام، حضنت النبي وشاب وطفل ورسولها مات 6 سنين. فتجاوزت المئة عام، ما قيمته في مجتمعات الناس ده؟ عبد حبشية تجسد من من التفت إليه؟ كبار الصحابة أبو بكر يقول يا عمر انطلق من أم أيمن لعلها أشد مصابا في رسول الله منا أنا وأنت. عمر ما أنكر ولا اعترض، قال فانطلقنا حتى جئنا دارها فطرقنا الباب فسلمنا فردت السلام فاستأذن فأذن لنا. فتولى الحديث عني أبو بكر قال يا أم أيمن اصبح تسلي، فإن الله قد اختار رسول جواله، وإنما عند الله خير رسول ما عندنا. رسول ما صحيح بس عن الجنة، والجنة أفضل لهم حياة الدنيا. إحنا جالس معنا في حروب وصراعات ونزاعات، هناك نعيم مقيم لا استعفى الرسول. فأراد أن يصبرها بهذا فانبرت فقال يا أبا بكر والله ما أحزنني ولا ألمني موته بقدر ما ألمني انقطاع وحي السماء عن الأرض. تشريع الله الذي به تقوم الأمة توقف. يقول عمر فدخلنا نصبرها فهيجتنا على المكان. قضية تبكي أي عاقل، ما عرف هذا المعنى أحد كما عرفه من حضر هذا الدرس. تعلم أن ديننا أن لدين الله لا شيء، لا وزن لنا، لا حياة لنا، لا سعادة لنا، لا استقرار لنا، لا استمرار لنا. بدون دين الله لسنا بشيء، بدون شرع الله لسنا بشيء. وصل الدرس.
خير لكم يقينا. وهذا تقرير رب العالمين. والخلاصة اللي يسوقها لنا بعد كل حادثة، ولذلك قلنا أخطر من ذكر السيرة القرآن. يأتي بالحادثة ثم يعطينا الدروس العملية حال مستفادة منها. هذا لا مثيل له. وهذا ما حمل يمكن أول خطة بحث قدمتها في جامعة الأزهر الدكتوراه. أردت أن أكتب السيرة في القرآن. أستخدم السيرة في القرآن بدروس العملية. لكن الله أراد فيما أراد. الشاهد يا إخواني يقول تعالى: لا تحسبوه شر لكم بل هو خير لكم. أما اللي أخطأوا فلكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم. كل اللي أخطأ شيء بإثم. والذي تولى كبره منهم عبد الله له عذاب عظيم. فتوعد الله بالنكاله له عذاب عظيم. تخيل لما ابنه مؤمن عبد الله بن عبد الله يقرأ هذه الآية شعور إيه هو أقول السحي ورب العبادة تعدد الرأيب. كان له مواقف عجيبة مع أبيه. كان شديد الإيمان لكنه ابن بر بأبي جدا. بر بي جدا. أبوه وشرع الله جاء أبوه بالدر. فكان في قمة الدر وفي قمة غلال أبي. لما أبوه يعني رجع بن أحد من الغزو فوقفوا من سدود. المسلمين تهزموا أحد في الجبل الثاني. وقف على أبواب المدينة يقول قال كلمة عجيبة. قال اليوم يخرج من المدينة يخرج من المدينة الأعز الأذل. أذل خلاص أنا الأول نطلب رسولهم معه. ابنه أمسكه بثيابه وقال والله لن تدخل المدينة حتى يأذن لك رسول الله. وحتى تعلم من الأعز ومن الأذل. وحتى تعلم أن رسوله هو الأعز وأنت الأذل. هو اللي يذلك في الدخول أو عدم. بل في حادث الإفك سنرى لما قال النبي ما قال من يعذرني من رجل خاض في عرضي واحتدم أوس وخزرج. جاء عبد الله بن عبد الله إلى رسول الله فقال يا رسول الله إنك لتعلم أني أبر أهل المدينة بأبي وإن كان الله قد أذن لك في قتله فمرني أنا بقتله أديك برأس حتى لا يقتله رجل غير من المسلمين فلا أحتمل أن أسير في طرقات المدينة وقاتل عبد الله بن مسعود فأقتل مسلم بكافر. ربنا أذبك في قتله الدين على الأمر أن أنفذ لك أتيك برأسي لكن لا تكلف بغيري فيقتله مسلم فلا تحتمل نفسي أن أرى قاتل عبد الله سير في طرقات المدينة دون أن أقتله فأقتل مسلم بكافر. ودي المواقف اللي جعلت النبي صلى الله عليه وسلم يرق قلبه أمام أسد من أسود الإسلام ابن عبد الله بن سلول أبوه رأس النفاق وهو في قمة الإيمان في قمة الإيمان في كل مواقف. ولذلك حتى الأمور التي يأباها النبي صلى الله عليه وسلم كان شفقة على عبد الله فعلها. لما مات أبوه جاء عبد الله وقال رسول الله أستأذنك أن تصلي عليه مع الناس المنافقين. فصلى عليه رسول الله. سيدنا عمر جزء من سيد قال يا رسول الله تصلى هذا المنافق المجرم اللي ربنا تعالى عذر عظيم. قال ما لم انهى وصلى عليه ما لم انهى. نزلت بعدها النهي ولا تصلى احد بعد هذا الموقف لكن قبل هذا الموقف نزلت. فقال عبد الله يا رسول الله استغفر لأبي فاستغفر. قال عمر تستغفر هذا الكافر
قال ما لم كنها. فرب العباد خيرني، قال استغفر لهم وانت استغفر لهم، انت استغفر لهم 70 مرة فلا يغفر لهم الله. فلو علمت ان استغفاري اكثر من 70 يغفر لهم فيه لفعلت. هو رسول الله لما حانت ساعة نزوله قال عبد الله يا رسول الله استأذنك في غرفتك العباية بتاعتك اكفر فيها عبد الله. اعطاه غرفته كفى فيها عبد الله. بل نزل الى قبره وضع الحجر ووضع التراب رغم كل عمل حتى نغي. فلم يفعل ذلك مع منافق بعده، بل اعطى اسماء المنافقين اللي رب العباد مقتهم لحذيفة بن يمان كاتب سره. قال اذا مات واحد من هؤلاء لا تصلي عليه دون من عنه. سيدنا عمر كان يقتل حذيفة يقول يا حذيفة افي المنافقين اسمي 5 حبات عشب. قال لا ولا ازكي بعضك احدا. فكان عمر اذا مات واحد يغلو اظنهم من لا يصلي عليهم. قبل ان اذهب الجنازه اسال افي الجنازه حذيفه؟ حذيفه حضر جنازه الغائب؟ ان كان غائب لا اذهب عمر صلى عليه ابدا. فكان النبي خاص عند حضور حذيفه على حضور، لان الوحيد اللي كاتب سر رسول الله ويعلم من هو عن صلت عليه. ندرك هذه معاني. لا تحسبوا شرا لكم بل هو خير لكم، لكل امرئ منهم ما اكتسب اسم، والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم. طبعا ترتب هذا الحكم ان الثلاثه اللي خاضوا مع مصطح مع عبد الله بن سلول كلهم اقيم عليهم حد القذف، وعبد الله بن سلول لم يقام عليه. الذي يقام عليه الحد في الدنيا كفاره ذنبه، والذي لا يقام عليه الحد يلقى الله بذنبه. لذا تعاد الله بالعذاب عليه. طبعا أقيم حد عن مصطح على حسان بن ثابت كان من الخاض، وحمله بنت جحش اخت سيد زينب وبنت عمة رسول الله امها السيده اميمه بنت عبد المطلب. يعني السيده زينب عصمت، السيده عائشه تحكي تقول اما حمله فخاضت غيره على اختها، واما اختها السيده زينب فحفظها الله بدينها. فالنبي لما سال عن السيده عائشه قالت يا رسول الله ابرئ نفسي والله ما علمت عليها الا الخير. ما علمت عليها الخير. لم ارى منها اي سكن معوج قليل او كثير. ودي شهاده اقوى ضره تنازلها وتنفسها. هي السيده نفسها السيده عائشه نفسها تحكي تقول والله ما كان يساميني في نساء النبي احد الا زينب بنت جحش بنت عمته، وكانت من اجمل نساء قريش خلقا وخلقا، وكانت دينه صوامه قوامه عابده متصدقه صاحب الديانة عاليه جدا سيد زينب. بل كانت سيد عائشه تدل على النساء النبي تقول زوجهن هنيكن، وتقول يعني ما من نوع منكم متزوج رسول الله بكر غيري كلكن سيبات. فكانت سيده زينب تدل عليها تقول زوجهن هنيكن وانا زوجني رب فوق 7 سماوات. اللي عقد العقد واللي تكفل بالشهاده هو ولي امر رب العباد. اذا ندرك السيده عائشه تحكي هذه المواقف حتى نتعلم هذا الدرس. الشاهد يا اخواني يقول تعالى لا تحسبوا شرا لكم بل خير لكم، لكل منهم اكتسب الاسم، والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم. ثم وضع لنا قواعد التعامل مع الشهادات. اول قاعده قال لولا اذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا هذا إفك مبين. يعني إيه؟ هذا موقف لصحابي جليل رب العباد أقره وبين أنه تشريع. الصحابي ده التزم بهذا الحكم قبل أن ينزل، وبين الله أن هذا حكمه، فصار في نظر الناس اللي سد هذا الحكم لمن؟ أبو أيوب الأنصاري. أبو أيوب لما سمع الخبر سارع إلى امرأة أم أيوب. قال يا أم أيوب أما سمعت ما قال فلان وفلان عن سيدة عائشة؟ قالت سمعت.
قال وماذا تقولين لو كنت أنت مكان عائشة أكنت تفعلين ما نسب إليها؟ قالت والله لو كنت مكان عائشة ما من رسول الله ما خطر هذا الأمر للبال، فكيف تفعله عائشة وهي أعظم ديانة مني؟ هذا إفكم بي. قال أقول والله وأنا لو مكان صفوان أبو صفوان ما خطر هذا للبال مع أم المؤمنين، فكيف يفعله صفوان وهو أعظم ديانة مني؟ هذا إفكم بي. هذا الموقف اللي أوقفه أبو أيوب وأمه جعله الله تشريعا، بل هذا شرع قبل أن يفعل، وموجود في القرآن ولم يصدر له معكوس، لكنه وافق ودي موافقة الصحابة، وكان هذا كثير عندهم أن ينطق بالحكم أو ينفذ الحكم قبل هذا الحكم. سيدنا عمر لوحده وافق القرآن في 16 موضع، 16 موضع كان يقول الحكم قبل أن ينزل، فينزل الحكم ما قال، هو نفسه يقول وافقت كتاب ربي، وذكر عدة مواقف منها لما قال يا رسول الله لم نتخذ المخبر ولم نصلي، فنزلت الآية واتخذ المخبر المصلي. قال يا رسول الله لولا منعت نساءك بالحجاب فلا يراهن البر والفاجر. اعترض النساء النبي كنا عمر قبل نزول الحجاب، يرضى منا رسول الله امر ولا تأبه انت؟ فنزلت الآية واذا سألتمهن متاعا فاسألهن وراء حجاب. لما نساء النبي تظهرن عليه سيدة عائشة وسيدة حفصة، سيدنا عمر رحلهم وقال يا عدوة أنفسهن تفعلن ذلك من رسول الله، اعلمنا أن الله عسى ربه انطلقهن أبدل أزواجا خير منكن مسلمات مؤمنات. ثم قال علمنا أن الله نصير وجبريل والملائكة وأنا وأبو بكر وسائر المؤمنين كلنا مع رسول الله. فنزلت الآيات عسى ربه أن تتوب الله فخسرت قلوبهم وأن تظهر عليه فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير، عسى ربه أن طلقهن أبدله أزواجا خير وكن مسلمات مؤمنات قانتات. كل هذا مما وافق فيه عمر الوحي، بل كان من كتبة الوحي عمر، فكان النبي يمليه يوما الآية آية سورة المؤمنون ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلنا نطفة في قرار مكين ثم خلقنا نطفة علقة إلى قوله تعالى ثم أنشأناه خلقا آخر. النبي أملاه الآية حتى هذا القدر، ثم أخذت النبي رعدة الوحي نزل آية الوحي مرة أخرى. سيدنا عمر بعد ما كتب هذا الجزء من الآية أعاد قراءتها والنبي حائل، فقال في لما قرأ الآية قال فتبارك الله أحسن الخلقين. فلما سأله النبي ماذا كتبت عمر؟ قال يا رسول الله كتبت قوله تعالى ولقد خلقنا الإنسان من سلالة الطين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا علقة مضغة فخلقنا مضغة عظاما فكسرنا عظاما نحنا ثم أنشأناه خلقا آخر. وعند ذلك أخذتك سنة من وحي فأعدت تلاوة الآية فقلت في نفسي فتبارك الله أحسن الخلقين. قال اكتبها فهكذا نزلت. وهذا موافق أبو أيوب الوحي، لذا جعله تشريعا. إذا سمعت إشاعة عن أي إنسان وتهم بالزنا أي كان، ماذا تعلم أنت منه؟ هل رأيت باسمي رجل أمره؟ إن لم تكن رأيته ولا سمعته ولم تر منه إلا الخير، فكيف تقبل عليه إشاعة لا دليل عليها؟ حسن ظننا بعضنا يدفع هذه الشبهة ورد هذه الإشاعة. اللي جالس يسمع في على النت على المواقع طوال اليوم فلان زنى فلان، وشغلين الآن هذا البلاء ملأ النت اتهامات بالدعارة واتهامات بالزنا لأناس أبرياء. من يفعل ذلك يستحق حق الجلد، الرجل يستحق الجلد 80 جلد. هذا رجل بالغيب، رجل بالغيب رب العباد حرمه وجعل فيه حد من حدود الله، حد من حدود الله ان يرمي امرأة او رجل بالزنا دون بينة، هذا حد من حدود الله بالنساء من نص الآيات.
فيعلمنا من الدرس. أنا سمعت هذه الشائعة وصلتني في موقع بفتح نت طارت الكلمات أو نطقت فورا. أحسن الظن بالنفس بإخواني، لولا إذ سمعته ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا هذا إفك مبين. ما علمنا من هذا الإنسان هذه المرأة بالخير، فلا بد من اتهام القائل وتبرئة المتهم. هذا أول شرط لكي ندفع شائعات، لولا إذ سمعته ظن أول هذا تشريع. الكلام ده مش مجرد آية نتلو فقط، لا ده تشريع منفس. ساعة ما يأتي خبر باتهام أي إنسان بالزنا وارد يا إخواننا، وأهل الباطل لاعب علينا يجيب لك عالم جليل محبوب واتهمه بالزنا، خبر طرف الإعلام ويطلع مخبول يقول لك آه العيال ما نصيبش يدوش أكيد عمل حاجة. طب أنت شفته؟ أهو شيخنا وأستاذنا وقع هذا مع أناس في قمة الإيمان واتهم من أساطين الضلال والكفر، اتهم. وسمعنا هذا في جيلنا وفي حياتنا، كم من إنسان عالم بريء شريف واتهم والنام وغيره عشان جابوا صورته والإعلام الكذاب الأفاك. فكيف نصدق هؤلاء الكذبة؟ كيف نصدقهم احنا انهم كذبة وفجر؟ لولا إن سمعته ظن المؤمنات بأنفسهم خيرا وقال هذا إفك مبين. ثم وضع قاعدة شرعية فقال لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء. أي إنسان يتهم إنسان بالزنا ما لم يقر الزاني بنفسه واعترف فلا بد من الإتيان بأربعة شهود. وحفظا للأعراض اشترط لها أربعة، مع أنه لم يشترط إلا اثنين في المال، والاثنين فيها سعة ممكن رجل امرأتان. في الزنا لابد من أربعة رجال، ما ينفعش نساء، المرأة نجشت في الزنا. أربعة رجال يقول رأونا بأعيننا أن عضوه في عضلها، مش نايم معاه حاضنها ولا يبوسها، هذا لا حد لا حد فيه، في تعزير يضربوا قلمين ويتخوفوا ولا تسكنوا. لكن الزنا الزنا أن يدخل فرجه في فرجها، هو ده الزنا. ما لم يرى العبد بعينيه هذا المشهد لا يحل له أن يشهد، لا يحل له أن يشهد ويقول رأيت فلان يزني. اللي يقول رأيت فلان يزني ويستبصر من القاضي أنه لم يرى عضو في العضو فشهادته باطلة ويقام عليه حد الجلد حد القذف. مسائل في منتهى الخطورة، في منتهى الخطورة. إذا قلت تعالى لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء شهدوا ورأوا بعينهم، فإن لم يحكم الشهداء لو جاء ثلاثة وقالوا رأينا العلم بالفعل ولم يبلغوا هذا المصاب أربعة. الثلاثة عدهم الله في شرعه، ما دام تكلموا عدهم الثلاثة كذبة مع أنهم قد يكون صادقين، قد يكون صادقين، لكن ما لم يلتزموا بحد الله ويأتوا بالأربعة فهم كذبة عند الله ومفترون، لأن الله وضع حد لا يحل تجاوزه. لذا يقول لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء، فإذ لم يأتوا بالشهداء الأربعة فأولئك عند الله مش كاذبون، هم الكاذبون، أكذب الكذبة لتعديم حد من حدود الله. لم يقف عند حدوده، اللي لا يقف عند حدود الله هو ميزان كذاب وأفاك. كيف تلزم شرع غير شرعه؟ وضحت؟ ندرك هذا المعنى. هتقول لي اه هم كذبين صادقين، قد يكونوا صادقين، لكن الله عدهم كذبه لانهم لم يلتزموا حدود شرعه. والكذب مش لازم يكون قال غير الحقيقه، اللي كذب شرع الله ورد حكمه ورد حدوده كذاب مش كذاب. عند الناس صادق لكن عند الله كذاب وستين كذاب. وإن كان أصدق الناس عند الناس لكنه عند الله كذاب. وضحت؟
إذا ندرك هذا المعنى، لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء، فإذ لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون. ولولا فضل الله عليك ورحمته، هذه الآية تكررت مرات في السورة في الحادثة دي بالذات، تكررت عند الحد الأول الحد العام، قال ولولا فضل الله ورحمته، ولولا فضل الله عليكم ورحمته، وأن الله عليم حكيم. لولا فضل الله عليكم ورحمته لهلكتم، لولا أن الله وضع الحدود لدمرت الأمة وانتشر الفساد كما نعرف الآن في هذه البلاد، نساء عاريات وزنا ودعارة وما فيش ضوابط ولا أسر ولا حياة ولا أولاد، دمار دمار فواحش. أعراض تنتهك في كل ساعة في كل لحظة، دمار فساد عريض. لولا هذه الحدود لهلكنا. ولذلك نجد هذا القدر من الآية كرر في السورة أربع مرات، ولولا فضل الله عليكم ورحمته، ما كنا، لولا فضل عليكم ورحمته ما عرفنا تشريعه، لولا فضل علينا ما عصمنا، لولا فضل على رحمته ما عشنا، لولا فضل على رحمته ما سعدنا في الدنيا في الآخرة. إذا قلنا ولولا فضل عليكم ورحمته لمسكم فيما أفضتم في عذاب عظيم، لولا رحمة الله عليكم ومسك تعليمه كنا أبدنا كل من تكلم وخاض في الأعراض. أنت بتعرض نفسك للعنة الله وغضبه، كيف تتهم بريء وتشوه صورته عند الدنيا كلها بافتراء نقلته بخبر شيرته؟ ده أنت إجرامك لا حد له وأنت لا تدري، فكر المسألة سهلة. لذا يقول لولا فضل عليكم ورحمته لمسكم فيما أفضتم فيه عذاب عظيم، عذاب عظيم مش أي عذاب. إذ تلقون بألسنتكم، فاكر إنها كلمة قلتها، كلمة قلتها يا أخي، كلمة الاتهام بالعرض وبالزنا، كلمة إذ تلقونه. وكأن الذي يقول هذه الكلمة مش واحد متكلم يفهم يقوله، ده واحد بيدب بالكلام ده بيلقيه زي البيت الضوء حجارة. إذ تلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم، كيف تتكلم بكلمة لا علم لك بها؟ أنت مفتري، أنت مجرم، أنت دمرت أسرة، دمرت المتهم، بس دمرت المتهم والمتهم وعائلتها وقبيلتها وأولادها وأولاده، دمرت أم. فكما سألتها إذ تلقون برسلتكم وتقولون أفواهكم ما ليس لكم بعلم وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم، وهو عند الله عظيم. ثم وضع قاعدة ثانية ثالثة، يبقى أول قواعد ظن أن أمناته بسم الخير، ثاني قواعد أن الطالب المتكلم بأربعة شهود ما جابش شهود يبقى كذاب فورا فورا، حكم عليه كذب حتى لو جاب شهدين وهو الثالث كذبين. من لم يأتي بأربعة شهود أن امرأة وعاشوا فهم كذبة. طبعا لما نزلت الآية دي واشترط الأربع شهود، جاء سعد بن معاذ ابن سعد بن عبادة، وكان شديد الغيرة جدا سيد الخزرج اللي منها عضو المسدد، جاء المريء يقول يا رسول الله لو أن أحدنا تحته لكاع، يعني عنده مراته واحدة لكاع، فدخل عليها فوجد رجل نائم عليه لا يحركه ولا يحركه حتى يأتي لها أربعة شهود. والله يا رسول الله لو رأيته معها لقطعت عنقه وعنقه. لما لا أرى النائم مع راجل هقتل الاثنين، هخلص عليه، هخلص اثنين. فالخزرج خافوا جدا أن سيدنا سعد ينازل رسول الله أن رب العباد ينزل عقوبة تبينه، كان خاف جدا. فقال يا رسول الله اعذر سعد فإنه شديد الغيرة، فوالله يا رسول الله ما تزوج إلا بكرا وما طلق امرأة قط فتجرأ أحد على نكاحها بعده، ما
ما تزوج إلا بكر، ومن شدة غيرته لو طل خيبر من زوجاته ما في واحد يتجرأ ينكحها بعده. فقال النبي: أتعجبون بغيرة سعد؟ شوف رد النبي عجيب صلى الله عليه وسلم به: أتعجبون بغيرة سعد؟ فأنا أغير سعد والله أغير مني، ولذا حرم الفواحش ما ظهر من بطن. فنزلت الآية الخاصة بحد اللعان بسبب قصة سعد دي، كان هذا سبب نزولها. والذين يرمون أزواجهم اللي مضمنهم شهداء لأنفسهم جاءت بسبب هذه القصة. ندرك الغيرة محمودة ما لم يخالطها شك، لكن الشك مذموم ما لم يبنى على علم. إذ تلقون بألسنتكم وتقولون أفواهكم وليس لكم علم وتحسبون هينا عند الله عظيم. ثم وضع القاعدة الراء الثالثة، يبقى ممنوع أولا نحسن الظن بأنفسنا وإخواننا، ثانيا نطلب امرأة شهود، ثالثا لا نتكلم كلمة بدون علم. دي قواعد ثلاثة، لا نلقي الكلام بالعلم. الرابعة قال: ولولا إذ سمعتموه، سمعت الخبر الفعل وقالكم خبر، ما فيش عندكم أي دليل لا على الإدانة ولا رأيتم أنفسكم ولا علمتم المتهم أنه يعني ألف الزنا أو منتشر هذا الأمر عنه أو يجاهر به، ما المجاهر خلاص راح. فيقول تعالى: إن ولولا إذ سمعتموه قلتم. يبقى ده الواجب علينا حين نسمع أي خبر كهذا، فورا جاء الخبر عنك تقول سبحانك هذا وثن عظيم. ولولا إذ سمعتم قلتم ما يكون لنا أن نتكلم بهذا سبحانك هذا بهتان عظيم. فحرم الله علينا الكلام حتى لو سمعنا خبر، بس لا، حتى لو رأينا وليس معنا شهود، حتى لو رأينا ومعنا شهدين لا ثلاثة، يحرم الكلام. ما يكون لنا أي ما يحل لنا أن نتكلم في هذا الأمر قط. فحرم الله الكلام مطلقا، ما لم يكن عندك علم الكلام محرم، ما لم تشهد بعينك وتعيش المشهد بنفسك حتى لو شهدت يحرم عليك الكلام. لو شهدت ومعك شاهد يعد صرتم ثلاثة لا يحل لك الكلام. فلا يحل لك الكلام إلا في حالة واحدة، حين تشهد ومعك ثلاثة بقيت أربعة شهود. في غير هذا لا. ما يكون لنا أي ما يحل لنا أن نتكلم بهذا سبحانك هذا بهتان عظيم. فوضع لنا أربع قواعد تدفع بها كل الشائعات عن أعراض المسلمين والمسلمات. وضح المعنى؟ سامحوني الوقت انتهى وإحنا لسه في نص الآيات. كان نفسي أشرح بقية الآيات لكن شايف الشمس إيه؟ يعني خرجت. ولعل اعطلتكم عن اعمالكم اكتفي بهذا القدر، واسال الله تعالى ان يعلمكم هذا الحق الذي يقول تعالى بعدها: اعتبروا دي اخر وقع في حياتكم، يعظكم الله ان تعودوا لمثله ابدا ان كنتم مؤمنين، ويبين الله لكم الايات والله عليم حكيم. الى ان نزلت البراءه في اخر ايه: الطيبات للطيبين وطيب النبات، الى ان قال تعالى: اولئك مبرؤون مما يقولون لهم مغفرة ورزق كريم. سيدة عائشة يعني كانت فرحتها عالمة حين نزل فيها وحي برئها، وللأسف الشديد مجرم الأهل الأرض وعلى رأس الرافض ما زال يتهمها بهذا، وأجمعت الأمة على أن من اتهمها بعد تبرئة الله لها فهو كافر لا خلاف في كفره. أكتفي بهذا، والسلام عليكم.